مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الثقافه في هيئه علماء المسلمين الاستاذ حارث الازدي. اهلا بكم استاذ حارث. بدايه نظم قسم الثقافه في هيئه علماء المسلمين محاضره بعنوان مفهوم الثقافه، المحددات والخصائص، ما دوافع اقامه هذه الندوه؟ حياكم الله استاذ محمد. حقيقه الدافع موجود منذ ان دخل الاحتلال، لان التحولات الكبرى في المجتمعات معنية بالتأثير في الثقافة والتأثير بالسلوك المجتمعي، شأنها شأن الهجرات السكانية أو الاحتلال يخفي ثقافة جديدة على أبناء البلد المحتل. فكان الدافع هو الدخول، هذه المحاضرة هي عبارة عن مدخل لمفهوم الثقافة ومعانيها ومحدداتها وخصائصها للمحافظة، للدخول إلى الثقافة العراقية أو الشخصية العراقية، للمحافظة على هذا التراث الكبير الذي يعني توارثه الأجيال أو توارثه أبناء الرافدين جيلا بعد جيل، من أجل الوقوف على أهم خصائص ومميزات الشخصية العراقية والثقافة العراقية. أستاذ حارث، إعادة نشر الثقافة الآن خاصة في ظل الحالة العراقية السياسية المعقدة التي يعيشها البلد، هل برأيك ستجد مكانها؟ بالتأكيد ستجد مكانها. ولذلك لو استعرضت الآن الكتابات أو مواقع التواصل الاجتماعي ستجد حنينا كبيرا من أبناء العراق إلى تاريخهم وإلى ثقافتهم وإلى حتى أشيائهم القديمة. يعني بمعنى أن أنا ما أخذته عن والدي أو هو أخذه عن والده، ليس بالضرورة كل ما أخذناه مطبق الآن، لكن نجد في النفس حنينا لذلك الماضي ويمثل لنا أصالة كبيرة. فلذلك لابد من التركيز على هذه النقطة، أن التحولات الكبرى في المجتمعات ومنها الاحتلال يجب أن تواجه بمواجهة ثقافية تعزز من الشخصية العراقية وتناهض مشاريع الاحتلال. أستاذ حارث، كل طرف دائما ما يجد النقيض، دائما ما يجد التضاد، يعني ناشروا الثقافة أو من يحاول أن يقوم بإعادة نشر الوعي والثقافة إلى المجتمع العراقي يجد هناك أدوات كثيرة تسلط أمامه لتمنعه من ذلك، قنوات فضائية أو أيضا ربما إعلاميين أو صحفيين أو غيرهم. كيف يمكن أن تصل أو توصل الفكرة، فكرة الثقافة أو الوعي المجتمعي إلى الشارع العراقي الآن في ظل هذا التخبط الذي نعيشه؟ هذه حقيقة مهمة كبيرة، وأنت أشرت في هذا السؤال إلى يعني الواجهة أو الجبهة العريضة التي ينبغي أن يتصدى لها المثقفون في مواجهتهم لأي غزو احتلالي أو لأي غزو ثقافي من خارج البلد. نعم. دائما الغزو الثقافي يأتي من الخارج، ولكن الثقافة إذا كانت هي يعني معتمدة على العقائد والتقاليد والحكم والقيم التي يؤمن بها المجتمع وتغذى بشكل واسع من خلال المثقفين، من خلال قنوات فضائية، من خلال الكتاب، من خلال الصحفيين، من خلال الساسة، من خلال قادة الرأي في المجتمع، ستجد نتيجة هذا العمل المتواصل ستجد قوة في المجتمع لمواجهة أي غزو ثقافي على أبناء الرافدين. الأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، أشكرك شكرا جزيلا.